السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض يستخدم الأدوية الكيميائية لعلاج قرح المعدة. هنا يجب الانتباه عند استخدام قرح المعدة الأدوية الكيميائية لعلاج قرح المعدة الابتعاد عن بعض الأعشاب اللي تتداخل وتتضارب مع هذه العلاجات الكيميائية. عندنا السناوين، الراوند، الكمون، تمر الهند، هذه تعتبر أعشاب ملينة واستخدامها بصورة مفرطة تسبب الإسهال. الإسهال يتضارب ويتداخل مع الأدوية الكيميائية لعلاج قرح المعدة، وكذلك يسبب الجفاف بالجسم ويسبب فقدان الوزن بصورة غير طبيعية، وهذا يؤثر سلبا على الجسم. ويجب الانتباه عند استخدام الأعشاب بهذه الطريقة. البعض يستخدمها لإنزال الوزن، مثلا يستخدمها للتخلص من الإمساك، وبنفس الوقت يعاني من مشكلة قرح المعدة. فهذه الأعشاب استخدامها بشكل مفرط يسبب الإسهال والإسهال بصورة مفرطة راح يسبب في فقدان السوائل المفيدة للجسم، فيجب الانتباه عند استخدامها مع أدوية علاج قرح المعدة. وسلامتكم، ألف سلامة.